طيب قولنا لاعب في الدوري المصري نفسك تشوفه في الأهلي. أحمد ياسر ريان ابن الأهلي. اه طبعا نبدأ. طبعا طبعا طيب ابوه ده كان لعيب. طيب اعتبر نفسك قاعد في الثالثة شمال وقول لنا هتاف للجمهور على طريقتك. انا بحب قوي الدخلات بتاعتهم، ما اعرفش بيسموها ايه يعني. وبحب من تلتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت شجع الأبطال، فريق كبير فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل. عندنا شهداء، عندنا ومع ذلك وراهم في كل حتة بحب وبإخلاص. لو أنتوا بتقولوا فريق عظيم، أنا بلسان الفريق بقول لكم وأنتوا جمهور عظيم. أنتوا فعلا جمهور عظيم، أنتوا فعلا جمهور الأهلي الحقيقي بجد بجد والله. حق ربنا، حق ربنا. أنا بلسان الفريق، بلسان النادي، بلسان الإدارة، بلسان الحاجة، أنتوا جمهور عظيم والأهلي من غيركم ولا حاجة. أنا الحقيقة أثرت حقيقي يعني بالكلام ده بجد. حق ربنا يعني. أنا بيعجبني جدا الأهلي لأنه هم حقيقيين جدا، وأول الأهلي ما بيخش فيه جون وبيبقى محتاجين وكل الكلام ده بيبقى فيه مساندة. أنا ما انساش أبدا جون عماد متعب اللي رفعه له وليد سليمان، كان ساعتها دي كانت بطولة أفريقيا عادي. الجمهور الدقيقة 94 وباقي دقيقة لم يحبطوا، لم يهدوا. لم ولن. جون عماد متعب ما هديوش. جون عماد متعب خلاص ما هديوش. قد ايه واثقين، قد ايه الامل جواهم، قد ايه الطموح جواهم. لما بيحصل لا قدر الله العكس، كل الطاقه الايجابيه الجميله دي بتطلع، اللي هو انتوا ياما فرحتونا. وايه يعني الله وايه يعني وايه يعني